في صورة حلوة جداً جداً انتشرت للنجم العالمي محمد صلاح جنب شجرة الكريسماس، هو وأسرته الجميلة متصورين جنب شجرة الكريسماس. حالاً الصورة تبقى معانا على الشاشة، لكن الموضوع أهي الصورة الجميلة دي لمحمد صلاح وأسرته، صورة رائعة جداً هو ومراته وبناته، صورة جميلة جداً جداً عجبت ناس كثير جداً. لكن للأسف وكالعادة وكالمعتاد خرج عدد كبير وعدد ليس بقليل من المتعصبين. هو أنت يا محمد يا صلاح بتحتفل بأعياد المسيحيين؟ هو أنت رايح تتصور جنب شجرة الكريسماس؟ هو أنت مش عارف إيه؟ هو أنت إيه؟ هم عايزينه لاعب عالمي ويبقى عنده العقلية العالمية اللي هي بيعرف إزاي يتعامل مع العالم كله، لكن من فضلك قبل ما تنزل صورة زي دي كان لازم تستشيرنا، احنا ملايين البشر كان لازم تستشيرنا، احنا بنقول عليك فخر العرب فلازم ايه الحاجات دي ما تعملهاش، الحاجات دي تقول لنا عليها قبل ما تعملها. كمية تعصب الحقيقة الواحد شافها خلال اليومين اللي فاتوا على صورة جميلة وصورة حلوة وصورة رائعة جدا لنجم النجم العالمي محمد صلاح. ليه كده؟ يعني ليه احنا وصل بينا التعصب إلى هذه الدرجة؟ مجرد أجواء احتفالية، شجرة الكريسماس زيها زي حلاوة المولد، زيها زي فانوس رمضان، كلها أجواء احتفالية ملهاش دعوة ولا بالعقيدة ولا بالدين، يعني مش مرتبطة بالعقيدة بطبيعة العقيدة. يعني على حد علمي وقراياتي أن حلاوة المولد وإن كان فانوس رمضان مش مرتبط يعني بالعقيدة، بدليل أن حلاوة المولد دي أعتقد إحنا يمكن الشعب الوحيد في العالم اللي بيحتفل بحلاوة المولد، يعني مسيحيين ومسلمين يعني بيوتنا كلها بنجيب حلاوة المولد وبنفرح ولادنا ونجيب لهم فانوس رمضان. المشكلة ان تبقى شجرة الكريسماس اللي انت بتتصور جنبها في الشارع وبتصور جنبها في المول بتبقى فرحان بيها واحنا مزينينها وجميلة كده وحلوة، ليه لا؟ ليه فكرة التعصب؟ ليه فكرة ان كل حاجة نحولها لخلاف؟ وليه كل حاجة حلوة نحولها لدين؟ وده قال وده عاد وده مع وده ضد، ليه كده؟ يعني ليه الفكرة اللي احنا بنعملها؟ ليه احنا بنسيب آلاف أو ملايين من المتعصبين هم اللي يتحكموا ببقية الناس وهم دول اللي صوتهم يبقى عالي؟ الحقيقة أنا عايز أقول لمحمد صلاح برافو عليك أن أنت عملت كده، وعارف أن ممكن يكون في انتقادات تتوجه ليك، وعارف أن ممكن يتقال عليك كلام كتير، لكن عملت كده عشان عارف أن محبينك بالمليارات مش بس بالملايين، وعارف أن فيهم مسيحيين ومسلمين، وعارف أن كتير جدا من المصريين فيهم كتير جدا مسيحيين ومسلمين ما يعرفوش معنى للتعصب، لكن للأسف للأسف في كتير جدا مننا برضو كمصريين وكعرب ما بيعرفوش حاجة غير التعصب. لكن أنا شخصيا حبيت أعبر عن رأيي وإعجابي بصورة محمد صلاح نجمنا المصري اللي بنفتخر بيه في كل مكان في العالم.